الحون العود والله يا مجارير الربابة. أعزائي المستمعين، أرسل لنا سفير الأغنية القطرية الأستاذ علي عبد الستار أحدث أغنية له، أغنية جديدة صدرت يوم أمس وقام بإرسالها لنا كإهداء للإذاعة الأردنية. والأستاذ علي عبد الستار هو من الفنانين المثقفين، حاصل على درجة الماجستير في الإعلام التربوي من نيويورك عام 1986. بدأ حياته الفنية في سبعينيات القرن الماضي. بدأ بتجديد أغنيات قديمة مثل يا حبيبي ترى القلب، يا حبيبي ترى القلب بعد الترح وانجرح جرح ما شفت مثل جريح، وأيضا أغنية يتيمة. يتيمة فرحتي والله يتيمة، يحسدوني على فرحة يتيمة. من أشهر أغنياته أغنية يا ناس أحبة في عام 1990، والتي حققت شهرة عالية في الوطن العربي. يا ناس أحبة وأحب اسمع سوالفها، صوته يشدد هموم عايش فيها. اليوم في أغنية جديدة طبعا صدرت حديثا وحنسمعها بعد قليل. معنا على الخط الآن من قطر الأستاذ علي عبد الستار. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يا مساء الفل، أهلا وسهلا فيك والأخوة المستمعين في الأردن حقيقة حبايبي. يا أهلا بيك أستاذ، هذه المداخلة أستاذ برمى. أهلا وسهلا، إحنا طبعا سعيدين بهذه الأغنية اللي أرسلتها لنا، يعني وحنسمعها بعد قليل إحنا والمستمعين عبر الإذاعة الأردنية. تحكي لنا طبعا عن هذه الكلمات، الكلمات مين ألحامين وكيف يعني تم أصدار هذه الأغنية؟ هاي الأغنية طبعا قطرية أردنية نعم. سعودية إن صح التعبير. طبعا هي من الحان سعيد ابو معيتك الملحن الاردني الشعبي الاردني نعم، وانا اعتز بالتعاون معاه حقيقه، يمكن هذا ثاني تعاون، كان قبلها اغنيه القلب اهل الهوى عزروبه. الله جميل. وهذه الاغنيه الثانيه نعم، ومن كلمات سلطان الهاجري من السعوديه وسام الهاجري نعم، وحقيقه تم تسجيلها في عده اماكن وطرحت في الأسواق من البارح فقط يعني. نعم، هي أغنية جديدة يعني الآن حنسمعها. أنا سمعتها طبعا رائعة الأغنية، ودائما أنت متجدد أستاذ علي، يعني كل مرة تتحفنا بالجديد من أغنياتك. والله يا حبيبي يعني الجو الحين جو الشتاء وجو المقناص وجو البرد وجو هذا، فإحنا عندنا في الخليج الألوان هاي جميلة جدا في هالفترة هذه. نعم. طبعا ما في شك إن أنا قدمت يمكن ثلاث أعمال مصرية سبقت هذه الأغنية. نعم. وهي كانت يعني برع الصندوق أو برع خلنا نقول كانت فكرة، لأن لأول مرة أنا أغني اللهجة المصرية. نعم. أغنية حتى تعسلية أو حوارات، والله من الأغاني اللي الحمد لله كذلك لاقت رواج كبير جدا وتقبلوها الناس مني أنا كخليجي حتى في مصر الحقيقة. حتة عسلية معسلة نازل منها عسل معسول، دبتا حوارات وعليه حركات سكر شربة وبيسحرني. حاليا هذه الأغنية طبعا أنا رجوع لتراثنا ولأعمالنا الخليجية. هذه الأغنية وأغنية اسمها توحشتك نعم، فنزلوا كلهم في الفترة بعد الأغاني المصرية نعم، وهي الحقيقة يعني عاملة الحمد لله جو كبير جدا وجو جميل، ونتمنى يعني الشعب الأردني الجمهور الأردني يستمتع بهذه الألوان إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا الشكر الجزيل لك أستاذ علي عبد الستار، يعني أخذنا من وقتك. الله يحفظك وخليك، ألف ألف شكر، ألف شكر يا سيدي. يا هلا بيك، يا هلا بيك، هلا بيك. وحنسمع مع بعض إحنا والجمهور هذه الأغنية يا لحون العود من غناء الرائع الأستاذ علي عبد الستار وكلمات سلطان الهاجري وألحان سعيد معتيق. يا لحون العود والله يا
سهرة فنية مع عبد الرغام بوشناق. في سهرة فنية مع عبد الرغام بوشناق. في سهرة فنية مع عبد الرغام بوشناق.